أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي انشقت السماء فكانت وردة كالدهان؟ فبأي آلاء
ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء إلا الإحسان.
فبأي آلاء